أسعد الله صباحكم بالخير. موضوع بتكلم فيه يمكن يكون حساس شوية، ولكن هذا واقع. تمام؟ اليوم لما تروح عند أي موقف سيارات، أي مول، أي كذا، ما توقع لو واحد جاك عند باب السيارة، أنا أدور شغل، أنا كذا، أنا كذا كذا. طبعا السؤال البديهي كل الناس يسأل هذا السؤال، أنت جاي ببطاقة هيا؟ البعض يقول لك نعم، البعض يقول لك أنا جاي عن طريق شركة. طيب نوقف هنا. طيب الشركة هذه وين اللي جابتك من بلادك عساس إنه في شغل، وتعاقدت معك إنه في شغل وفي راتب وفي سكن وفي مواصلات؟ هذه الشركة وين راحت؟ جابتك من هناك وقالت لك بس خلاص روح الشارع دور لك شغل. طيب يا صاحب الشركة، يوم أنك أنت مش محتاج هذا الشخص، جايب ليش؟ ليش تعمل عبء على الدولة؟ ليش تعمل عبء على مرافق الدولة؟ ليش تعمل عبء علينا إحنا ويضيقونا في الشوارع؟ سؤال منطقي، وأعتقد أنت سألته وأنا سألته وبسأله قدامكم بعد. يوم أنك أنت مش محتاجه ليش تجيبه؟ سؤال مهم جدا. هالناس اللي حنشوفهم ويلحقوننا في المولات ولا في الشوارع وكذا، يقولك والله أنا جيت والشركة وكذا وخلوني وما عندي شغل. هذا الشخص يوم أن أنت مش محتاجه ليش جبته؟ شو السبب؟ إيش وراء هالموضوع؟ هلا بس جبتهم خديتهم في الشوارع خلاص روحوا دوروا أموركم، روحوا دوروا أموركم. أعتقد الأمر يحتاج مراجعة، متابعة، لأن إذا كل واحد بيقدم على تأشيرات ويأخذ تأشيرات هو محتاج خمسة، مثلا فعليا هو محتاج خمسة، يروح يقدم على عشرة ويعطونا العشرة يجيب خمسة والخمسة يهدهم، ما أنت كذي عملت مشكلة أخرى مجتمعية وأمنية وطبية وعفست الدنيا. محتاج خمسة جيب خمسة، محتاج ستة قدم على ستة، لكن محتاج سبعة قدم على 20. أعتقد هذا الموضوع في النظرة. لذلك أتمنى من الجهات المعنية أن تشوف هذا الموضوع وتتابع رجاء، لأن مش معقول كل الشركات هذه جايبة 50 عامل محتاجتهم كلهم. صح في بعضهم عندهم مشاريع محتاجين 50، بس في بعضهم محتاجين 5 وطالب 50، وهالمشكلة قاعد نشوفها في الشوارع.